الحمد لله، هذه هي المشاركة الثانية ليا في الدورة 14 لمعرض الفرس. كيتميز بواحد التنوع كبير في الأروقة، وذلك لتشجيع وتزكية تشبث المغاربة بالتراث ديالنا اللي هو الخيل وطرق ديال كيفية التربية ديالو. ونحن كذلك كفنانين تنجسدوا هذا الاهتمام ديالنا بالخيول في لوحات، وكل فنان بطريقة ديالو بلمسة ديالو بأسلوب خاص به. لأن الحمد لله لاحظنا كل الأروقة كلها، هاد لي ستوند كلهم ديال لي زارتيست، كاين واحد التنوع كبير الحمد لله، وكاين الجديد هذا العام الحمد لله. كاين الجديد لا الحمد لله، كاين معارض، كاين معارض وطنية جهوية دولية، كاين الحمد لله. غير هو هذا معرض فرس كيتيح لنا فرصة أننا كنعرفوا التراث ديالنا، لأنه هو خاص بالخيول. عندنا مواضيع أخرى، ولكن كنستغلوا هذه لوكازيون ديال معرض الفرس اننا كنجيبوا لوحات ديال اللي عندها علاقه بالفرس والخيول ديالو، ويعني كنبينوا هاد الخصائص ديال الخيول. يعني كنوصلوا حنا رسائل، غير رسائل صوتيه بحال هاد اللوحات اللي ورايا. هذا هو الجديد اللي شاركت به هاد العام هذا، وهاد لا كوليكسيون هادي اللي فيها كيبان لك لي طابلو فيهم لي موفمون، وكيعبروا على واحد الانرجي، على القوه ديال الخيل. وكذلك ما فاتناش الفرصه اننا نشارك بهذه اللوحه اللي ورايا اللي كتجسد التراث المغربي ديالنا، اللي الحمد لله صنفت اليونسكو من التراث اللامادي. وداك الشيء علاش انا عطيتو هذا الحجم كبير ديالو وسونطريناه الوسط، باش نبينو ونوصلو على اننا هذا التراث خصنا نحافظوا عليه، لاننا كنتميزوا به تقريبا حنا الاوائل في العالم، والحمد لله حنا جد فخورين به.